قيادة اللواء 17 مشاة مثلا بالعميد الركن عبد الرحمن الشمساني، وعملية اللواء العقيد عبد الحمود، والأخ العقيدة من قحطان، والأخ أركان حرب اللواء الأخ من قعيش، ينفذ زيارة ميدانية للمقاتلين في جميع جبهات القتال بمناسبة هذا العيد المبارك الذي نهدي فيه أجمل التبريكات لقيادتنا السياسية مثلا بالمشير الركن عبد الرب منصور هادي، ونائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر، ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ولكل المقاتلين في جبهة القتال، هؤلاء المناضلين أبطالنا الصامدون والذين يعلموا البشرية بأكملها أنهم ولثلاثة أعوام متتالية وهم على قمم هذه الجبال يقضون أعيادهم في متارسهم، ويقضون أيضا أيامهم في هذه الأماكن التي يتعبدون الله عز وجل بها، دفاعا عن أرضهم ووطنهم، ودفاعا عن العرض، ودفاعا عن الممتلكات ضد هذه الميليشيات الانقلابية والتحالف الانقلابي عفاش الحوثي. نقول لهذه الميليشيات ولهذا التحالف الإجرامي المجوسي لابد أنكم زائلون، والجيش الوطني والمقاومة الشعبية منتصرون بإذن الله عز وجل. هذا وعد من الله عز وجل وعدنا الله إياه، وسيتحقق إن شاء الله في القريب العاجل. النصر لليمن، النصر لتعز، الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية لأسرانا الميامين في جميع سجون الميليشيات الإجرامية. نهني القيادة السياسية ممثلة بالمشير الركن عبد الرب منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن الأنصاري الأحمر، ودولة رئيس الوزراء أحمد بن دغر، وقائد التحالف، ونهني قائد محور تعز، وقائد اللواء 17 مشاة العميد الركن عبد الرحمن الشمساني، وبهذه الزيارة التي ترفع من معنويات الشباب في المتارس وفي الثغور. نشكر قائد اللواء على زيارته، وقائد اللواء جميعا، رئيس عملية اللواء العقيد عبد الحمود الصغير بزيارتهم والأركان أركان حرب اللواء العميد أمين قعيش على زيارتهم هذه الطيبة التي لها أثر كبير في نفوس المقاتلين ورفع معنوياتهم. ونحن هنا بميدان العزة والشرف مرابطون ومجاهدون ومناضلون بأموالنا وأنفسنا في سبيل الله لدعم ميليشية المخلوع الحوثي صالح، لكي نطهر البلاد من أرقاسهم. من أعلى قمم جبل هان نهني قيادتنا السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي، وكذلك نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر، وكذلك دولة رئيس الوزراء السيد أحمد عبيد بن دغر بمناسبة هذا العيد المبارك. كما نهني قيادة التحالف وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، فهنا المرابطين، كما نهني الجيش الوطني واللواء 17 مشاة والمقاتلين في هذا الموقع الاستراتيجي الهام والروح المعنوية لديهم. كما نترحم على شهدائنا الأبرار الذي لقوا حتفهم، وكما نتمنى من الله عز وجل أن يشفي جرحانا. نهني هذه الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة، كما نهني أفرادنا الجيش الوطني أن المستقبل قريب بإذن الله، والنصر قريب مهما تآمر المتآمرون، فدولة النظام والقانون، دولة اليمن الاتحادية التي يأمن فيها المواطن، ستبنى من جديد، وستبنى الجيش الوطني المتمثل بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.